موجز لآخر وهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمين عوض ومنذر صالح. أهلا بكم. قدم جلالة الملك عبد الله الثاني واجب العزاء للرئيس النيجيري محمد بوخاري اليوم بضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت عسكريين ومدنيين نهاية الشهر الماضي وأودت بحياة العشرات. وعبر جلالة الملك عن رفضه لهذا العمل الجبان مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب نيجيريا في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور ولي العهد على هامش اجتماعات العقبة اليوم الأحد مع رئيس رواندا آفاق التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، وتم استعراض الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية. التقى سمو الأمير علي بن الحسين مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية والأزمات، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق والتدريب والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمركز وضرورة تنظيم برامج مشتركة مختصة بإدارة الأزمات لا سيما الإنسانية والطبيعية منها. قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقائه كتلة الحادثة النيابية أن هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة، وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع وبأطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين. وأكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الإصلاح يجب أن تسير بشكل متوازن ومتوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ناقشت اللجنة النيابية المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، وأوصت بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام، حيث أن القرارات تأتي ضمن القراءة الأولية من اللجنة للتصويت عليها بعد الانتهاء من مناقشة كافة المخالفات الواردة بهذا التقرير ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب. صرحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات أن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، حيث أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب ممثلي مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. اقتصادياً، تستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالمياً لأعلى مستوى لها في 5 أشهر، بينما تتراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها بعد اتفاق منظمة أوبك. شن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد اقتحاماً استفزازياً لباحات المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين اليهود في دعوات متجددة لما يسمى بمنظمات الهيكل. وجه الشيخ سلطان ماجد العدوان رئيس النادي الفيصلي رسالة لمنتخب النشامى الذي يقيم معسكره التدريبي في سلطنة عمان، وذلك استعداداً لنهائيات كأس آسيا. وأخيراً نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء غداً باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على موقعنا الإلكتروني www.الدستور.com. نهاية الموجز، في أمان الله.